أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في دروس. عنوان درسنا لهذا اليوم: المنصفات في المثلث، الجزء الأول، للصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الأول في مادة الرياضيات، إعداد جواهر البلوشي وتقديم معتصم الجهني. سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان. الفكرة الأولى هي استعمال نظريات العمود المنصف، والفكرة الثانية هي استعمال نظرية مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث. رح نبدأ مع بعض في الفكرة الأولى في هذا الدرس، وهي استعمال نظريات العمود المنصف. في البداية لازم نعرف مع بعض ماذا نقصد بمنصف قطعة مستقيمة. نقصد بمنصف قطعة مستقيمة إنه أي قطعة مستقيمة أو مستقيم أو مستوى يقطع القطعة عند نقطة منتصف، إذا نسميه منصف قطعة مستقيمة. وإذا كان المنصف عاموديا راح نسميه عامودا منصفا. راح ناخذ مثال توضيحي على هذا الكلام. نشوف مع بعض هنا. لدي PQ منصف للقطعة المستقيمة AB، ولدي هنا RS عامودا منصفا للقطعة المستقيمة JK. أول نظرية عندنا وهي نظرية العمود المنصف. تنص هذه النظرية على أن كل نقطة على العمود المنصف لقطعة مستقيمة تكون على بعدين متساويين من طرفي القطعة المستقيمة. طيب نريد أن نوضح هذه النظرية بمثال. المثال يقول هنا أن لدي CD اللي محدده الآن أنا عمودا منصفا للقطعة المستقيمة AB، إذا راح يكون قياس AC يساوي قياس CB. طيب الآن نبغى ناخذ عكس هذه النظرية. عكس هذه النظرية ينص على أن كل نقطة على بعدين متساويين من طرفي قطعة مستقيمة راح تكون على العمود المنصف لتلك القطعة. طيب نوضحها أيضا بمثال كما في النظرية السابقة. إذا المثال هنا يقول نلاحظ أن من A إلى E يساوي من B إلى E. إذا نلاحظ أن الـ E تقع على المستقيم CD، وهو الـ CD هذا عمودا منصفا للقطعة مين؟ للقطعة AB. نشوف مع بعض أول مثال عندنا، ويقول هذا المثال أوجد قياس AB. نحدد مع بعض في البداية AB، هذا هو إيه؟ AB. ممتاز. ماذا نلاحظ في المعطيات الموجودة في هذا الشكل؟ نلاحظ أن AC عمودا منصفا للقطعة المستقيمة BD، إذا راح يكون قياس من A إلى B يساوي قياس من A إلى D، وهذا الكلام حسب نظرية مين؟ العمود المنصف. إذا الآن نعوض بقيمة المعلوم. المعلوم عندي هنا AD، إذا نعوض بقيمتها ب4.1 وهي راح تساوي AB. نشوف مع بعض أيضا مثال جديد. المثال يقول أوجد قياس WY. نحدد الآن WY، هذه W وهذه Y، إذا يريد قياس هذا الجزء اللي هنا. طيب ماذا نلاحظ من خلال هذه المعطيات؟ نلاحظ أن لدي أنا من X إلى W تساوي من X إلى Z، كل منهما تساوي كم؟ تساوي 9. إذا أستطيع أن أطبق هنا عكس نظرية العمود المنصف. إذا أقدر أطبق هنا عكس نظرية العمود المنصف اللي تقول إذا كان عندي من W إلى X يساوي من X إلى Z، إذا راح يكون قياس WY يساوي YZ. الآن من Z إلى Y راح يكون ب3، إذا من W إلى Y أيضا راح يكون قياسها تساوي 3، وهذا الكلام كان حسب عكس نظرية العمود المنصف.
نشوف مع بعض أيضا مثال جديد. في هذا المثال يريد مني أن أجد قياس RT. نشوف مع بعض هنا من خلال هذه المعطيات في هذا الشكل، نلاحظ أن RS عمودا منصفا للقطع المستقيمة QT. إذن راح يكون قياس من R إلى Q يساوي قياس من R إلى T. نعوض الآن كل واحدة بقيمتها. RT تساوي 4X ناقصا 7، ومن R إلى Q تساوي 2X زائدا 3. بعد ما عوضنا الخطوة الأولى راح نطرح 2X من الطرفين، يبقى عندي 2X ناقصا 7 تساوي 3. الخطوة الثانية راح نتخلص من سالب 7، إذن بإضافة موجب 7 إلى الطرفين يبقى عندي 2X زائدا 10. الآن نبقى نتخلص من معامل X اللي هي الاثنين، إذن نقسم الطرفين على 2 ويطلع عندي قيمة X تساوي 5. هل الآن أنا حليت السؤال؟ لا، المطلوب في السؤال قياس RT. إذن نمسك RT 4X ناقص 7، نشيل قيمة X ونحط مكانها 5، يتصير عندنا 4 في 5 ناقص 7 وتساوي 13. إذن أوجدنا الآن قياس RT وطلعت ب 13. نشوف مع بعض تمرين جديد. التمرين يقول إذا كان M عمودا منصفا لX Z، وإداني معطيات. المعطى الأول إن WZ تساوي A زائد 12، وWX تساوي 4A ناقصا 15، فأوجد طول WX. الآن نلاحظ هنا أن YX عمودا منصفا للقطع المستقيمة XZ، إذن راح يكون قياس من W إلى Z يساوي قياس من W إلى X، وهذا الكلام حسب نظرية العمود المنصف. الآن نبدأ بالتعويض. WX نلاحظ هنا قيمتها واللي هي ب4A ناقصا 15، WX بA زائدا 12. إذن نعوض الآن، 4A ناقصا 15 يساوي A زائدا 12. الخطوة الأولى الآن نطرح من الطرفين سالب A. إذن نقول الآن سالب A في الطرف الأول وسالب A في الطرف الثاني، يبقى عندنا سالب A مع 4A ب3A ناقصا 15، وفي الطرف الآخر موجب A مع سالب A بتروح، يبقى عندنا 12. الخطوة اللي بعدها راح نتخلص من سالب 15، إذا نضيف في الطرفين موجب 15 ويبقى عندنا 3A زائدا 27. الآن راح نتخلص من معامل A اللي هي 3 ونقسم الطرفين على 3، إذا يبقى عندي قيمة الـ A تساوي 9. المطلوب في السؤال أيضا يريد طول WX. خذ WX اللي هي 4A ناقصا 15، شيل الـ A وعوض بقيمتها بتسعة، ويصير عندنا 4 في 9 ناقصا 15 ويطلع عندي الجواب ب 21. عندما تتقاطع ثلاث مستقيمات أو أكثر في نقطة مشتركة فنسمي هذه المستقيمات بالمستقيمات المتلاقية، وتسمى النقطة التي تلتقي فيها نسميها نقطة التلاقي. ولكل مثلث ثلاث أضلاع، إذن له ثلاثة أعمدة منصفة، وهذه الأعمدة المنصفة هي المستقيمات متلاقية. نشوف مع بعض الآن توضيح على هذا الكلام. لدي الآن ثلاث مستقيمات A والمستقيم B والمستقيم C تتلاقى عند نقطة اللي هي نسميها النقطة B. نشوف مع بعض أول نظرية عندنا في هذه الفكرة الجديدة، وهي نظرية مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث. نشوف مع بعض نص هذه النظرية. تلتقي الأعمدة المنصفة لأضلاع مثلث في نقطة تسمى مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث، وهي على أبعاد متساوية من رؤوس المثلث. نشوف توضيح على هذه النظرية. لدي هنا B
شوفوا معايا هنا ب مركز الدائرة، تمر هذه برؤوس المثلث A B C. إذن راح يكون قياس من P إلى B يساوي من P إلى A يساوي من P إلى مين؟ إلى C. نشوف مع بعض هنا، يمكن أن يقع مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث في ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يكون داخل المثلث، أو أن يكون في خارج المثلث، أو أن يكون على إحدى أضلاع المثلث. نشوف مع بعض أول مثال عندنا في هذه الفكرة، والمثال يقول أكتب برهانا حرا. المعطيات BD و PF و PE أعمدة منصفة للأضلاع AB و AC و BC على الترتيب. المطلوب AP يساوي CB يساوي BP. رح نبدأ الآن بكتابة البرهان، ودائما عندما نكتب البرهان نبدأ بالمعطيات، وراح نقول بما أن P تقع على العمود المنصف لـ AC، إذا راح تكون متساوية البعد عن A وعن C. هذه الآن المركز B راح يكون على نفس البعد من الـ A ومن الـ C على حسب النظرية اللي درسناها، والعمود المنصف الثاني اللي هو BC أيضا راح يمر بالنقطة B. إذا راح يكون قياس من P إلى B يساوي CB. إذن هنا الآن نقدر نستخدم خاصية التعدي ونقول أن AP تساوي PB، ويكون قياس من A إلى P يساوي CB يساوي BB. تقويم: أوجد قياس XW. نلاحظ هنا أن لدي XZ عمودا منصفا للقطعة المستقيمة WY. إذن راح يكون قياس من X إلى W يساوي قياس من X إلى Y حسب نظرية العمود المنصف. الآن نساوي XW يساوي XY. نعوض الآن بالمعطى، المعطى لدي هنا XY، إذن XY قيمتها ب 12 وراح تكون نفس قيمة مين؟ XW. تقويم: قياس AC. نلاحظ هنا أن قياس من P إلى A تساوي قياس من B إلى C، وBD عمودي على المستقيم AC. إذا راح نستخدم هنا عكس نظرية العمود المنصف التي تنص على أن قياس من A إلى D راح يكون نفس قياس من D إلى C، وتكون قياس دي سي تساوي 7. وراح نستخدم بعد كذا مسلمة جمع القطع المستقيمة، ويكون قياس من A إلى D زائدا من D إلى C تساوي قياس القطعة بالكامل من A إلى C. إذا 7 زائدا 7 راح تساوي 14، وهو قياس AC. ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ تعلمنا استعمال نظريات العمود المنصف، وأيضا تعلمنا استعمال نظرية مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث. كذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، أتمنى أكون وفقت في تقديم هذا الدرس، ونشوفكم إن شاء الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.